البرلمان الجزائري افتتح أولى جلساته بعد الرئاسيات. هو الامتحان الصعب إذن لحكومة نذير العرباوي التي ينتظر منها نصر الدين الشاب والطالب الجامعي الكثير. ولعل انفتاح الاستثمار وتعزيز الاقتصاد والقضاء على البطالة ووضع ضوابط لعمليات الهجرة غير الشرعية هي أبرز ما يتمنى تحقيقه قريباً. بصفة شاب جزائري نتمنى من الحكومة القادمة أنها تسلط الضوء على الشباب، لأن يعني الشباب هو نواة المجتمع. نتمنى كذلك يعني تفتح المشاريع ولا تفتح الباب الاستثمار للشباب. علاش لا؟ ربما هذا الباب راح يقضي على مشكل البطالة، راح يقضي على مشكل الهجرة الغير شرعية، راح يقضي كذلك على المشكل أن الشباب يعني يروحوا يهجروا ويخدموا في بلدان أخرى. علاش لا؟ ماذا بينا احنا هذوما أبناء الجزائر، ماذا بينا هما اللي راح يخدموا الجزائر. تعديل قانون المالية وتمريره مع قانون الولايات والبلديات الذي يعنى بالتقسيم الإداري الجديد في البلاد أولويات ستطرح قريباً على طاولة نقاش البرلمان بغرفتيه على أن تمرر قبل نهاية السنة من دون إهمال إعطاء الأولوية للشباب من خلال فتح الاستثمار وتعزيز الاقتصاد. صارت الملفات متزاحمة. أول ملف وهو قانون المالية، لأن مطالبون دستوريا أن يكون قانون المالية جاهز قبل 15 ديسمبر ليوقع في نهاية ديسمبر. القانون الثاني الذي وعد به السيد رئيس الجمهورية وهو إعادة النظر في التقسيم الإداري. اليوم عندنا 58 ولاية، سوف يصعد إلى حوالي 74 ولاية، ثم يذهب إلى حوالي 90 ولاية من في آفاق 2028. كذلك من القوانين ربما الاستعجالية التي نراها والتي تتماشى أيضا مع التزامات السياسة الجمهورية هو التقسيم الإداري الجديد وقانون الولاية والبلدية. هذه ربما هي أهم مشاريع قوانين استعجالية التي ستمر في هذه الدورة البرلمانية. ومن المنتظر أن تستمر جلسات البرلمان في دورته العادية التي انطلقت الاثنين لتستمر سنة كاملة. ملفات ثقيلة تنتظر حكومة نذير العرباوي، في مقدمتها تحسين القدرة الشرائية للجزائريين، تعزيز الاستثمار ومواجهة البطالة. ملفات شكلت محوراً لوعود الرئيس عبد المجيد تبون الذي انتخب لولاية ثانية. جهيد رمضاني، الحرة، الجزائر.